كاميرا أخبار الدار تقوم بجولة ميدانية في ضواحي إمارة الشارقة لترصد توزيع أفطار الصائم من تبرعات فاعلي الخير، فبعضها لا يتلائم مع اشتراطات السلامة، ورغم ذلك إقبال لافت من الصائمين على الوجبات. التفاصيل في التقرير التالي. مشاهد ربما لا تراها إلا في شهر الخير، ففيه يكثر الثواب وتعم الخيرات، وأفضلها في الأيام المباركة إفطار صائم. ففي بلاد العز والكرم ترى الموائد مبسوطة وممدودة على مد البصر لنيل مبتغى الإله. أما الوجه الآخر للإفطار يتم عن طريق فاعلي الخير، هدفهم الأسمى نيل الثواب من خلال وضع ثقة توزيع الوجبات عن طريق المطاعم التي ربما حادث عن مرامي أهل الخير دون علم أصحابها. أتوقع أن فاعل الخير ما عندوش خبر أو ما عندوش علم أنه بصراحة أن في ناس بتيجي بتاخد كياس. ما أتوقع. إيه؟ يعني معظم الناس اللي بتيجي هنا أنه بيحضر يوم، في أول يوم بيحضر. بيشوف كل الناس معاها صينيات ومعاها اطباق ومعاها كذا ومعاها كذا. دام انك انت تابع لفاعل خير معناته خطا منك انك انت ما بلغته ولا؟ استاذ انا ابلغ على واحد بنجالي او واحد هندي او واحد سوري يعني. اسمح لي عن الصيام، في صيام عندهم اطباق، في صيام ما عندهمش اطباق. اسمح لي يعني، مش كل الناس اغنياء، مش كل الناس عندها طبق. اسمح لي. عشرات الصائمين دون تحديد جنس أو لون، جميعهم مسلمون صائمون ومسالمون، مبتغاهم حجز دورهم بين الحضور لأخذ نصيبهم الذي اعتادوا عليه في كل عام في شهر رمضان المبارك. الأشعة الملتهبة ورطوبة الجو القاسية ليست أشقى وأعظم من توفير قوت الطعام. والله المشروع قائم تقريبا من 7 سنوات، فاعل خير، ويعني مثل ما تشوف أطفال، حريم، ريايل، ونتمنى من الجمعيات الخيرية يدعمونا، بس يعني على الأقل خيمة مكان كانتظار يعني. يعني أنا لازم أعطيك تعال يا عم، أنا تعال. معايير السلامة غالبا ما يستوجب وضعها بعين الاعتبار، فحياة الإنسان أغلى من أي شيء. لأجل القضاء على الداء وتقنين الدواء وبناء مجتمع خال من الشوائب، لنسهم بخيراتنا في الجمعيات الخيرية التي ربما تكون الحل الأنسب والأشمل لتوزيع الإفطار. يا من أقبلت على فعل الخير في شهر رمضان، تأكد من توزيع الإفطار بشكل لائق وصحي حتى لا يكون الصائم عرضة للتسممات الغذائية. لأخبار دار، محمد الجنيدي، الشارقة. وللمزيد من الطرح ينضم إلينا عبر اتصال هاتفي سعادة عبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية. سعادتك مرحبا بك في نشرة أخبار دار. يا هلا وسهلا. الله، التقرير رصد لنا قيام بعض المطاعم بوضع الافطار في اكياس بلاستيكيه لا تتناسب مع معايير السلامه، ردكم سعادتك؟ حقيقه هذه ظاهره يعني حاولنا نحن في السنوات السابقه ان نوجه فيها ونوجههم على شؤون الجمعيات. نحن اساسا في جمعيه الشارقه الخيريه بدينا من تقريبا اكثر من مع حلول رمضان في فصل الصيف ان عملنا خيام لهم، يعني وزعنا على كل المواقع الاستراتيجيه في اماره الشارقه والمناطق التابعه لها، بحيث ان تسهل على اخواننا المحتاجين لافطار صائم يكونون في مواقع قريبه منهم. وركزنا على مداخل الاماره ومخارجها والمناطق ذات الكثافه العماليه اكثر. حاولنا يعني وصلنا الى اصحاب المتبرعين وقلنا لهم نحن بنقوم بالوجبات هاي بشكل افضل، لان مثل ما تشوف المطاعم مجهوله الهويه، ما بعرف كيف نحن قضينا على اي مطاعم العشوائيه هاي. نحن طيب نتعامل مع نعم مطاعم سعادتك. نعم سعادتك، هل تتبنى جمعيه الشارقه الخيريه توزيع الوجبات التي يتم توفيرها عن طريق فاعلي الخير؟ والله نتمنى من اخواننا ان يجونا نحن ونجلس معاهم ونرتب الموضوع، بحيث ان اول شيء السلامه الغذائيه. نحن في اماره الشارقه ننظر ان
لراحه المحسن وراحه المحتاج هذا. فالاماره تخطي خطوات كبيره جيده بالجانب هذا. نتمنى من اخواننا المحسنين يجون معنا ونحن نوجههم، لان المطاعم اللي نقوم بها ضاعت معايير، تم تحديدها معايير عالميه ومعايير تتبع للبلديه. نعم وصلت الفكره سعادتك. إذا كان معنا عبر اتصال هاتفي سعادة عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشريق الخيرية، شكرا جزيلا لك.